المعارضة السورية ستشكل حكومة لإدارة المناطق المحررة، وعشرات القتلى والجرحى جراء سقوط صواريخ على حلب. لم تمر 48 ساعة على إعلان الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي نيته تمديد مهمته حتى انتقدته دمشق، لأنه دعا الدول المتحالفة مع النظام السوري إلى الضغط عليه من أجل بدء الحل السياسي، مؤكدة أن الرئيس بشار الأسد لا يناقش شكل النظام السياسي والمسائل الداخلية مع أي أحد غير سوري. ونقلت وكالة سانا عن مصدر إعلامي أن الإبراهيمي غير قادر على فهم المنطق السوري الذي يضع مفهوم السيادة قبل أي مفهوم آخر وفوق أي اعتبار. وعلى وقع فشل مجلس الأمن في إصدار إدانة لتفجيرات دمشق، تم تشييع ضحايا سلسلة انفجارات السيارات المفخخة الذين تخطوا 80 قتيلا، ما جعل من يوم الخميس 21 شباط 2013 اليوم الأكثر دموية في العاصمة منذ بداية النزاع قبل عامين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. في المعارك اليومية سقط عشرات القتلى والجرحى جراء إطلاق الصواريخ على حلب. وكما كل يوم جمعة، دعا الناشطون المعارضون للنظام إلى التظاهر تحت شعار الرقة الأبية على طريق الحرية، في إشارة إلى التقدم الذي أحرزه مقاتلو المعارضة أخيرا في محافظة الرقة في شمال البلاد.